كل. هنا ايضا المهجنات الاصايل هجن ابناء القبائل على ارضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الصباحي المميز لمسافة 8 كيلومترات في هذه التحديات الجميلة والاداءات المستمرة. نتابع معكم مسيرة هذا الشوط، يعتبر شوط رئيسي اول بالنسبة للزمول المهجنات الاصايل. تابع مجرياته ونتابع التحدي ونسير في المراكز الاولى المنطلقة في هذا الشوط. هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الاول وصدارة الشوط ناصي المطر بن احمد بن عبد الله بالعبيدة من ياتي، او عفوا هنا الطاير لعبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. معاهد في المركز الثاني، سعيد بن علي بن سعيد بن حلفان المري من ياتينا ثانيا، وفي المركز الثالث الفائز حمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع للطام ياتينا رابعا سعيد بن محمد بن راشد البواردي المنطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا الانطلاق والتحدي من قبل الفارس راكان بن محمد بن عبد الله بن ناصر العطية ياتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس الشاب احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، وهنا المنطلق معي محسن بن حزام بن راشد بن ديلة ينطلق على المركز السابع، بينما المركز الثامن المركز الثامن والمنطلق هنا مرزام لسعيد بن سيب بن عبيد بالكديدة من ياتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع يتواجد بشار لحميد بن عبيد بن عفصان المنصوري، والمركز العاشر، المركز العاشر المركز العاشر هناك ايضا الانطلاقات والتحديات من الحنيش سيف بن احمد بن خريده. نتابع مشاهدينا الكرام هذا الاداء، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي والاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والاثاره، مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الاداء الجميل نعود الى صداره الشوط هنا والتحديات الجميله. ومعاهد من انطلق على الصداره، انطلق على المقدمه وعلى المركز الاول لسعيد بن علي بن سعيد بن حلفان المري من ينطلق على صداره على المقدمه وعلى المركز الاول. الفائز الحمد بن صالح بن حمد بن قمره المري من ياتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث هنا ياتي الطاير عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية ينطلق ايضا شعار العطية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع هنا الوصول بهذه اللحظات والقادم ايضا شعار البواردي مع الطام لسعيد بن محمد بن راشد البواردي، والفارس من الجانب الاخر راكان بن محمد بن عبد الله بن ناصر الناصر العطية المنطلق على المركز الخامس في هذه اللحظات. وسادس مراكزنا المركز السادس هناك بن حميدان ياتينا مع اشهاب لاحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي ينطلق سادسا. وفي المركز السابع معي لمحسن بن حزام بن راشد بن ديلة ياتينا على المركز السابع. وثامن المراكز، المركز الثامن مرزام سعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة وبشار لحميد بن عبيد بن عفصان المنصوري من ياتينا بهذا الانطلاق المميز على تاسع المراكز. وفي المركز العاشر هناك ايضا القدوم على المركز العاشر هذا الاداء المميز الجميل. وياتينا هنا سراب سيف بن حمد بن سلطان بن درويش على المركز العاشر. اذا
أح الكلام لأن الزمول بعيد عنا هناك البقية المجموعة الأخرى. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، نعود إلى التحديات. ما شاء الله هذا الشوط منقسم إلى أربع أقسام، ما شاء الله أربعة أقسام هنا ينطلق هذا الشوط. هو الصدارة هناك، هناك معاهد المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سعيد بن علي بن سعيد بن حلفان المري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني يأتي الفائز حمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري من ينطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث يأتي الطائر لعبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع وصل معي، وصل معي هنا يتسلل من مركز إلى مركز. معي لمحسن بن حزام بن راشد بن ديلة يحمل أيضا هذا الشعار المميز الذي دائما وأبدا يقدم الجديد والجديد، شعار دكتور دكتور هنا علي بن سلطان بن رشيد أيضا يتواجد بهذه الانطلاقة الجميلة الجميلة. نتابع مشاهدينا الكرام هنا المركز الخامس، المركز الخامس والوصول من لطام لسعيد بن محمد بن راشد البواردي من يأتينا على المركز الخامس في هذه اللحظات. يلا يا ابو محمد ركز، ايضا ركز يا ابو محمد مع شعار البواردي وادائه المميز الجميل. المركز السادس شاب احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي مع شاب على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع هنا الفارس راكان بن محمد بن عبد الله العطية ياتينا على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع بشار أحمد بن عبيد بن عصان المنصوري ومرزام. تاسعا لسعيد بن عبيد بالكديدة من يأتينا على المركز التاسع هنا في هذا الأداء الجميل. وهناك القدوم أيضا بهذه اللحظات المتميزة من المجموعة الأخرى القادمة في هذا الأداء المميز الجميل. أرى الفرقدين قادم في هذه اللحظات بأول نداء هنا لسهيل بن محمد بن جبر المهيري المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة مع زاوية الاتجاه. بعد أن غادرنا 3 كيلومترات لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى التحدي. مشاهدينا الكرام ومعاهد على الصدارة، معاهد على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور لسعيد بن علي بن سعيد بن حلفان المري المنطلق على الصدارة على المقدمة. ولكن معي إلا بصدارة، معي إلا بالفوز وبالناموس. يتسلل من مركز إلى مركز هنا، ينطلق إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. محسن بن حزام بن راشد بن ليلة يتسلل على المركز الثاني وعينه على الصدارة. هناك يأتي الفائز الحمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الطائر لعبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية من يأتينا رابعا. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا لطام لسعيد بن محمد بن راشد البواردي المنطلق. خامسا وسادسا شاب أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي من يأتينا على المركز السادس. هذا الانطلاق السوداني الجميلة. هناك الفارس لراكان بن محمد بن عبد الله الناصر العطية المنطلق على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن بشار حميد بن عبيد بن عصان المنصوري من ياتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع مرزام سعيد بن عبيد بالكديدة. وعلى المركز
العاشر وأرى التسلل هنا على المركز العاشر هنا مبلش لمحمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك معاهد لا زال على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. معاهد لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سعيد بن علي بن سعيد بن حلفان المري معي في المركز الثاني، معي هنا يأتي محسن بن حزام بن راشد بن ليلة المنطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المركز الثالث هنا الله بدأت التحديات، بدأت الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير. وهنا يأتي مرزام لسعيد بسيب بن عبيد بالكديدة على المركز الثالث، وشهاب في المركز الرابع، أحمد بن عبيد بن حمدان الفلاسي، والفرقدين هنا للسيل بن محمد بن يمعى بن جبر المهيري المنطلق على المركز الخامس. ولكن التحدي هنا التحدي ثنائي، نبقى مع هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل. هنا 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 معي 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 يعي بالفوز وبالناموس، يعي بالتحدي، يعي بالإثارة، ينطلق إلى الصدارة إلى المركز الأول كعوائده دائما. من اعتدنا عليه بالفوز، اعتدنا عليه بالناموس، اعتدنا عليه بالانتزاع المراكز الأولى. ها هو معي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وأول مشاركة في هذا الموسم هنا ينطلق على صدارة على المقدمة على المركز الأول. شكرا يا الدكتور، شكرا يا الدكتور علي بن سلطان بن رشيد أيضا على تقديم معي بفوز جميل في ظهوره الأول على أرضية هذا الميدان وخلال هذا الموسم. ها هو معي تشاهدونه على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تهانينا والناموس ولحظة الوصول. المركز الثاني معاهد سعيد بن علي بن سعيد بن حلفان المري، أما المركز الثالث فوصل شهاب على المركز الثالث، أحمد بن عبيد بن حمدان المركز الرابع، بشار لحميد بن عبيد بن عفصان، وهناك الفارس ركار بن محمد بن عبد الله العطية. ويأتينا الفرقدين لسهيل بن محمد بن يمعى بن دبر من وصل بالمركز السادس. ونعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني هنا ولحظة أداء معي خط النهاية معلن الفوز والناموس قاطعا مسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة 32 ثانية جزئين من الثانية بدون أي أوامر. تذكر تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز للسيد محسن بن حزام بن راشد بن ديلة. شكرا يا الدكتور علي بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني كان من نصيب هنا أيضا معاهد لسعيد بن علي بن سعيد بن حلفان المري ب 13 دقيقة 38 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمن. تهانينا وناموس. أما المركز الثالث فكان هنا من وصل أيضا على ثالث مراكزنا بهذا الانطلاق المميز الجميل أشهاب ب 13 دقيقة 44 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، تهانينا للجميع والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل أشواط صباحي هذا اليوم، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبركة.